الحكومة طالبت بتغيير منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، جملة قالها المندوب الدائم لليمن لدى المنظمة الدولية السفير خالد اليماني في مداخلة له بمعهد العالم العربي في باريس. السفير اليماني أورد جملة أسباب في سياق تبريره طلب الحكومة بتغيير منسق الشؤون الإنسانية في صنعاء جيمي ماكولدريك، من بينها أن العمل الإنساني الدولي المصحوب بالضجيج المبالغ فيه تحول إلى جهد سياسي مضاد لجهود الحكومة والتحالف في مجال الإغاثة، إلى جانب عدم شفافية العمليات الإغاثية من جانب الوكالات الدولية واعتمادها على وكلاء محليين مرتبطين بالميليشيا الحوثية في توزيع المساعدات الإغاثية. ميناء الحديدة هو مناط الخلاف الذي يزداد ويكبر بين الحكومة والوكالات التابعة للأمم المتحدة على وقع تجاوزات تقوم بها الميليشيا لا تتوقف على منع وصول الإمدادات الإغاثية عبر هذا الميناء إلى مستحقها فحسب، بل أيضاً سرقة المعونات الإنسانية والإثراء منها دون اهتمام بمعاناة اليمنيين الإنسانية. والأسوأ من ذلك أن هذا يحدث أمام أنظار منظمات الإغاثة الإنسانية وفقاً للسفير خالد اليماني. جردة حساب المساعدات التي خصصت لصالح عمليات الإغاثة الإنسانية وتأهيل المنشآت العامة في اليمن تشير إلى أن هذه العمليات ارتكزت بحسب السفير اليماني على ما قدمته دول التحالف والذي بلغ 4 مليارات دولار، فيما أعلنت المملكة العربية السعودية عن تقديم 10 مليارات دولار لصالح جهود إعادة الإعمار، منها مليارات دولار عهدة لدى البنك المركزي لاستقرار العملة الوطنية. العملية المرتقبة لتحرير الحديدة باتت في نظر المراقبين معركة مع الوكالات الإغاثية المحمولة بأجندات سياسية صارخة ومع منظمات تعمل بدأب من أجل إبقاء الحديدة وميناءها شريان حياة للمشروع الإنقلابي الذي قاد البلاد إلى أسوأ حرب أهلية في تاريخها.